هنروح بقى لزميلنا محمد توفيق ونشوف ما عنده اخر الاجواء لماتش النهارده. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء واستوديو تحليلي جديد ومباراه المصري والاهلي، المباراه المؤجله من الجوله 15 من الدوري العام. يعني النادي الاهلي بيدخل المباراه النهارده في المركز الثاني برصيد 33 نقطه من 14 مباراه. النادي الاهلي بيسعد لحظ ثلاث نقاط جديده لعودته لمكانه الطبيعي على قمه الدوري العام ومحافظته على لقبه السادس على التوالي وال43 في تاريخه. يعني خليني اكلمك في نفس الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، يمكن اخر مران امبارح مستر موسيماني يعني اكتفى بس ببعض الجمل الفنيه، كانش فيه تقريبا تدريبات بدنيه غير قليله جدا طبعا نظرا للاجهاد، زي ما اتكلمنا ان الفريق بيلعب مباراه بيرجع يلعب يتمرن تمرينه واحده وتمرينه خفيفه وبعدين يلعب المباراه الثانيه، وطبعا ده بيتخلله سفر. فكان التدريب اهم حاجه كانت فيه، كان سابقته محاضره فنيه وبعد كده تمرين خفيف جدا. بعده الفريق سافر لاسكندريه للدخول ليه في معسكر مغلق ليله المباراه. يمكن النهارده المعسكر كانت الاجواء هاديه جدا نظرا طبعا للاجواء الرمضانيه، اللاعبين بس كانوا بيتجمعوا في وقت الصلوات الخمسه. غير كده الفريق يمكن المحاضره الفنيه مستر موسيماني عملها طبعا نظرا لبعد الفندق عن ملعب المباراه، عملها قبل الافطار في تمام السادسه، الافطار كان في السابعه الثلث. بعد كده الفريق اتحرك لملعب المباراه الساعه 7:15، يمكن وصلنا هنا ملعب الاسكندريه الساعه 8. الاجواء بشكل عام داخل الاستاد هنا اكثر من رائعه، ارضيه الملعب اكثر من ممتازه، يمكن الجو كمان ربيعي يعني جميل كطبيعه جو اسكندريه. ان شاء الله الاجواء كلها تباشر ان احنا نشوف مباراه كبيره والتوفيق يكون حليف النادي الاهلي ويقدر يحصد ثلاث نقاط في اطار سعي لاستعاده لقبه المفضل. يمكن مستر موسيماني قبل ما اللاعبين ينزلوا لاداء الاحمال قبل المباراه كان حريص انه ينزل ويشوف ارضيه الملعب بنفسه ويتاكد من جودتها. يمكن الجهاز الفني بالكامل كان معاه في الجوله دي، لاعبين حالتهم اكثر من رائعه. يمكن الجهاز الفني زي ما اكيد التشكيل مع حضرتك فضل انه يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بالمباراه الماضيه امام انبي، مفيش اي تغيرات. يمكن حتى اللاعبين اللي عادوا من الاصابه محمد هاني او ياسر ابراهيم يعني فضل انه يحتفظ بيهم على دكه البدلاء. ان شاء الله نشوف مباراه كبيره النهارده وان شاء الله النادي الاهلي يحصل ثلاث نقاط تقربه خطوه من اللقب المفضل اللقب الثالث على التوالي و43 في تاريخه. كلمه ليك كابتن ايمن. يا محمد عايزين نطمن على بعض اللاعبين اللي هم المصابين برضو، يعني عايزين نطمن على بدر بنون، علي معلول، طمنا ايمن اشرف، عايزين نطمن عليهم. يمكن بدر بنون زي ما بقول لحضرتك قبل كده يمكن ما فيش اصابه، لكن هو مستر موسيماني فضل اراحته لانه طبعا اجهاد مباريات كتير، يمكن فضل اراحته ما لعبش المباراه الماضيه امام انبي ويفضل اراحته النهارده برضو امام المصري. لكن من بكره ان شاء الله في التدريبات الجماعيه بدر بنون هيكون موجود تمهيدا ان شاء الله لدخول المباراه بدءا من مباراه الجونه. علي معلول ان شاء الله يمكن بشكل كبير ماشي في برنامجه بشكل اكثر من رائع، ان شاء الله يكون في التدريبات الاسبوع الاول او الثاني على اقصى تقدير من شهر مايو، يعني بنتكلم في اسبوعين ان شاء الله من دلوقتي، وعلي معلول يكون في التدريبات الجماعيه. ايمن اشرف يمكن تم حقنه لعلاج خشونه الركبه وان شاء الله بنتكلم برده تقريبا في اسبوع ويكون موجود ان شاء الله. وكمان حمدي فتحي يمكن مركب كبيره طبيه زي ما بنقول عشان اصابته اللي كانت في الكوع والجراحه اللي اجراها، وان شاء الله اعتقد على نص خمسه الفريق ان شاء الله يكون عدله اكثر عدد من اللاعبين المصابين وان شاء الله نخش مباراه دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا باذن الله بقوام مكتمل باذن الله. باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق.